غالبية القطاعات في لبنان معطلة، إلا أن قطاع معاملات الهجرة يعمل من دون توقف. نسبة العازمين على الهجرة في لبنان ارتفعت منذ عام حتى اليوم أكثر من 3 أضعاف. المهاجرون يلجؤون لبيع كل ممتلكاتهم في لبنان من دون أي استثناء، وذلك مؤشر أن النية روحة بلا رجعة. الوضع بلبنان الاقتصادي هو أصعب من حالة الحرب، ولاحظنا نحن بال 2020 وخاصة بال 2020 و2021 ازدياد غير طبيعي بعدد الأشخاص اللي عم يطلبوا استشارات لمحاولة الهجرة على أي بلد كان، حتى لو كان أفريقيا، لأنه بيعتبروا أي بلد هو أفضل من لبنان بالوقت الحاضر. وللأسف صدقني بلبنان عم ينحكى هلأ إنه يا ريت بيصير عنا حرب لننصبغ بصبغة اللجوء ويصير يحق لنا مثل غير جنسيات نقدم على اللجوء. أي شخص عم يتوافق على إنه ملفه ياخدوه كمهاجر على كندا أو غير كندا، هذا الشخص بأكد لك كان رح يكون كتير نافع لوطنه لو ضل هون. فمن شان هيك نحن بنحاول نقنع العالم بانه اليوم اذا قادر يأمن اموره، بس للاسف مجرد ما تقول له تأمن عم بواجه بعصبيه انه نحن اساسا ما قادرين ناكل سرنا، فنحن بوضع مأساوي. فالاعداد انا باكد لك اذا بتفتح السفارات موضوع الهجره لا يقل عن 70-80% من الشعب اللبناني بلحظه واحده بيسافر. في عالم تيجي بتقول لك انا مستعدي هول الدهبيات بس طلع لي ابني. اليوم في نسبه الياس الموجوده عند اللبنانيين ما ممكن تتخيلها. يعني انا باكد لك انه اذا بتقعد محلي يومين انا باكد لك بدك تاخذ حبوب مهدئه للاعصاب بس على الشيء اللي بتسمعه من العالم يوميا. من يعيد ثقه اللبناني ببلده؟ البلد الذي كان حلما ومقصدا لكثيرين حول العالم اصبح اليوم شبحا اسودا. غسان فران، صوت بيروت انترناشونال.